سلام صحابين، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. أخيرا بعد 3 سنين غنسافروا لواحد البلد عربية اللي هي زوينة بزاف بزاف، من أحب البلدان لقلبي وقريبة بزاف للمغرب. نوجت جيت الباجاج ديالي اللي هو صاك وباليزة صغيرة وباليزة كبيرة، مشيت خرجت شريت حاجات اللي هما خاصين، هكا دي تخيك اللي غنهزهم معايا ان شاء الله. ما غنجلسوش بزاف، تقريبا واحد الاسبوع، فما غنحتاج بزاف ديال الحاجات. الحمد لله كاين كل شيء، خاص غير دي تخيك اللي بساط هكا. غيرات فقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. واحد الزيت اللي دائما كنحضره، يعني كنحضره باسبوع قبل، ولا هو خليط ديال زيت الزيتون وزيت جوز الهند او الكوكوس وشويه ديال زيت ارغان وزيت اللوز الحلو. تقدر تضيفوا اي زيت اخر، فهو كنصايبو كنحضروا دائما اسبوع قبل. كنحاول انني نديرو دائما قبل كل سفيره، وكنديرو تقريبا كل اسبوع كندير هذا الزيت قبل ما ندخل للدوش، فهو واحد زيت اللي هو رائع بالنسبه للناس اللي شعرهم ناشف، فهو كيصلح بزاف. غنخلي لكم في صندوق الوصف شنو هي المكونات ديال هاد الزيت. فهنا كنشد به الشعر ديالي، تقريبا الشعر ديالي رخو من القدام، لانني كندير ليه تقريبا دايما غالبا كتلقاني دايره ليه الفرقه، او انني شاداه اللور، يعني من تتحزنوا اللور دائما الشعر كيهرب من القدام. بالنسبه للناس اللي شعرهم ناشف فهاد الزيت ضروري وصالح. فهنا كنشقق به كاع هذوك البلايص اللي خاويين ولا، وفي نفس الوقت كنحاول انني كنماصي، يعني واحد المساج اللي دائما كنديرو، واحد المساج صحي كينشط الدوره الدمويه، وكي هكا كيخلي ان الزيت ديالنا انه يتابسورب. فالمساج ديال الشعر هو واحد الحاجه اللي هي ضروريه. راني حاطه واحد الفيديو اللي متقاسمه معاكم كيفاش انكم ديروا مساج ديال الشعر. بعد ما درت المساج ودرت الزيت ديالي الاسبوعي، فهنا درت واحد البلاستيكه باش انه يسخن الشعر ديالي ويحاول انه يشرب هذيك الزيت. حاولوا دائما انكم ما تجمعوا شعركم باندا. فهنا درت واحد البوني، الا ما عندكمش بوني حاولوا انكم ديروا واحد الفوطه اللي تكونوا ديجا درتوها، يا اما في الميكرووند او درتوها في الماء سخون، فهي كتكون دائما زوينه، يعني هذاك المفعول ديال الزيت ما كيمشيش هكا وما كتكونوش ضيعتوا الوقت ديالكم. انا كنخليه من ساعه حتى لساعه ونص في الشعر ديالي. فهنا غنحاول ندير واحد الكوماج اللي كنديرو مره مره، يعني بالنسبه للكوماج الناس اللي كيديروا الكوماج فما ديروش يوميا ولا اسبوعيا، حاولوا انكم ديروه مثلا مره في 10 ايام 15 يوم، لانه مش دائما صحي. فكيف كناخذ هنا كناخد سكر سنيده وشويه القهوه، تخس ديال القهوه اللي بقات هكا من الماشين، وهنا كندير زيت الكوكو، يعني ما عوض ما انني ندير زيت الزيتون فهنا كندير زيت الكوكو، وهو احسن بكثير من زيت الزيتون. حاولوا انكم ما ديروش الحامض، لان الحامض كينشف الجسم. فهنا كنخلطه وكنحاول انني ندير به كوماج لوجهي واللحمي، كندير به كوماج، يعني دائما كنديروا اللحمي. فهنا كنديروا الايديه، تقدروا ديروا اللحم ديالكم كامل قبل ما انكم تدخلوا تعومو. ديروهم لوجهكم، يعني لأي منطقة تقدروا ديروه للعنق، يعني ماشي بالضرورة، يعني القهوه راهي ماهياش واحد الحاجه غاليه، فحاولوا انكم تهلاو في راسكم. فهنا الشكل ديالي كيضحك بزاف. المهم يعني هنا غسلت وبعد عاد شدينا الطريق، وان شاء الله تكون رحله سعيده وغناخذكم معايا ان شاء الله. النهار الثاني شدينا الطريق لدوسلدورف، من المدينه فين ساكنين حتى لمدينه دوسلدورف فهي تقريبا واحد 3 ساعات سوغان، 3 ساعات و 3 ساعات تقريبا فول. فالرحلة كلها من الدار عندي لتونس تقريبا هي 6 ديال السوايع،
هي رحلة شوية طويلة، ولكن أنا كنفضل دائما أن يكون فول ديريكت، يعني ما نديرش لي سكال ولا هذا إلا في حالات اللي هي قليلة، فكنضطر أنني ندير لي سكال. تقريبا راه قربنا إن شاء الله للمطار، مطار دوسلدورف الدولي. أهم مرحلة اللي كنرتاح من بعدها هي من كنعطي الباجاج، فهنا عطيت الباجاج وجالسة كنتسناو الطيارة لأنه مبقاش بزاف. طيارة الفول عندنا ماشي 11 قسمين ديال الصباح، فهو فول بالنسبة لي اللي زوين بزاف، يعني 11 قسمين. وإن شاء الله غنكونوا في تونس رحلة تقريبا ديال 3 سوايع، تقريبا جوج ولا هكا غنكونوا أكيد في تونس، وممكن نكونوا حتى في الأوتيل. فهنا آخر مرحلة قبل الفول. صراحة ممكن نوصل للمطار، كتعجبني هاد البلاصة انني ندور فيها، مع انه هنا يعني الناس اللي كيسافروا دو بريفيرونس ما تاخدوش هنا حاجة تشريهم لانهم غاليين بزاف، كيبانوا زوينين وهذا ولكن فهما غاليين. حاولوا انكم تاخدوا الا في حالات الانسان الا كان هكا غادي مزروب ولا فيقدر ياخد حاجة غتاخدوها بثمن غالي، ولكن بيان سور غتكون زوينة واخا غالية فهي غتكون زوينة. هنا كنتسناو الطيارة، يعني اخر مرحله حنا في الجيت، ودابا غطير بين الطياره ان شاء الله لتونس. هذه خطوط اللي هي تابعه للخطوط التونسيه. هذا هو كان فلوق اليوم، وان شاء الله تكون رحله سعيده وان شاء الله نوصلوا بخير. ومازال كاينين فلوقات اخرين اللي غنتقاسم فيها معكم الرحله كامله ان شاء الله لتونس، لوطيل اي حاجه ان شاء الله غنتقاسمها معكم. وان شاء الله ان شاء الله حتى نتوما علاش لا، ربي يسهل وانكم تسافروا وتدوزوا اوقات زوينه سواء مع احبابكم سواء مع رجالاتكم. مره الواحد كيحتاج لواحد الراحه وكيحتاج لواحد روبو او بوز، يعني بين الحياه العاديه والروتين اليومي. فمره كنسافروا كل عام لتونس، صراحه كتستحق اننا نسافروا لان هي قريبه لنا بزاف المغرب، وصراحة من البلدان اللي كنرتاح فيها وكنحس بحال في بلادي المغرب، مع ان تونس هي بلادي الثالثة. ان شاء الله يكون نال اعجابكم الفلوق، والفلوق جاي اللي غيكون ان شاء الله احسن. خليت لكم راحة وهنا رحلة سعيدة لاي واحد مسافر، واي واحد شاف الفيديو حتى لهنا كنقول ليه شكرا. نتمنى انك تكون دائما بخير، والفيديوهات الجايه ينالوا اعجابكم لانهم كيستحقوا المشاهده. كانت معكم حياة، خليت لكم الصحه والسلامه وراحه البال. باي باي.